يعني يمثل مصر وهو حرامي وهو لص. واللي هيجنني ونفسي اعرف حد يجاوبني عليه، ازاي عملت دكتوراه في التهريب الجمركي وانت شيخ منصر في التهريب الجمركي بجد؟ طيب الحكايه اللي ظبطوه فيها بقى ايه؟ دي حاجه كده تسليكه، ده احنا هنشوف بلاوي. الرقابة الإدارية المحترمة، ربنا يخليكم والله رجال الرقابة الإدارية، سجلوا له وهو بيتفق مع تاجر قماش، شوفوا النتانة، علشان يقلل له، أولا يدخل له أقمشة ممنوع دخولها، في حاجات بعد قانون الإغراق ممنوع، لأن أنت كده هتبوظ صناعة المنسوجات المصرية، فعشان يوافق له على دخول منسوجات ممنوع دخولها. رقم اتنين يقلل له جمرك الأقمشة والمواد الخام اللي داخلة من مبلغ كذا لمبلغ قليل، مقابل انه هياخد المليون جنيه وشوية الايه العملات ما نعرفش قيمتهم كام. تسجل الكلام ده له والرقابة الإدارية كانت على راسه وهو بيقبض الرشوة بالصوت والصورة. انا معايا استاذ عاصم عبد المعطي رئيس مركز المصري للشفافية ومحاربة الفساد. استاذ عاصم اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا حبيبي. اهلا وسهلا. انت تفسيرك ايه ان واحد زي ده معاه دكتوراه في القانون في التهريب الجمركي واثره على ميزانيه الدوله، وفي نفس الوقت هو بيهرب وبيطبق عكس التوصيات اللي طلع فيها برسالته؟ يعني باب النجار مخلع، يعني شيخ الجامع بدل ما يبقى شيخ جامع شيخ منصر، يعني حامل قانون خارق للقانون.